السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار أيها الأبطال في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حماة الوطن. مرحبا بكم في حماة الوطن يا حماة الوطن. Thank you.
الفريق الركن زبير بن عزيز استاذن بشرح السخطه مقدم البلاغ مقدم ماجد مشهر زائد الخطيبه الثانيه زائد المشروع فيه. عناصر الاستطلاع لدينا تبين ان قوات العدو تتكون من قصيرة الشاة تتمكن في منطقة بعد الدشوش عن اليمين تحرك تحرك يا 71 تحرك. ترند ترند يا 75 ترند ترند 1 تحرك يا تحرك. Thank you.
الله السلام عليكم الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين أيها الأبطال البيانين I'm